يوقع هناك بعض التهمات بأن أساس ذلك أو هذا الإغراء هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا إن إحنا شفنا إن هو بيمر بمشاكل كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد موضوع جورج فلويد وتدهور كبير في موضوع أداء المؤسسات الأمريكية تجاه أزمة الكورونا. أيضا هو عنده مشاكل في قرب الانتخابات الأمريكية والحديث إن هو احتمال ما يقدرش يدخل الرئاسة مرة أخرى. كل ده كان امور ضاغطه على الرئيس الامريكي في اطار ان هو يعني سيتسبب في اثاره المنطقه، خاصه ان شخص كقرن كان يعني مخطط مظبوط وبيتكلم عن اضطهاد حل الدولتين، فهو بيحاول ان هو يتكلم مع الحكومه الاسرائيليه عشان يعني ياجل. انا مش هقول ان هي تم القضاء على هذا المخطط بشكل كبير، ولكن يعني في اطار الصدر او قراءه المشهد الاسرائيلي هو عباره عن موضوع يعني موضوع تأجيل حين القضاء على او حين دخول الرئيس الامريكي مره اخرى البيت الابيض. النقطه الثانيه الحديث طبعا الرفض الدولي العالمي للمخطط الضم، لان ببساطه هو بيقضي على القضيه الفلسطينيه اتقول. ليه بقى؟ لان لو حضرتك شفت صفقه الخارج يعني تم ارجائها او رجاء تطبيقها عمليا لاربع سنين، وبالتالي المساحات الصغيره اللي فاضله من الضفه الغربيه دلوقتي رئيس الوزراء في اطار فتره الامن سيقضي تماما على هذه المساحه، وبالتالي مش هنتكلم عن قضيه فلسطينيه على الاطلاق. هنا في اطار كمان المنطقه عندنا بتشهد العديد من الازمات خلال شهر 7، فتم ارجاء او الضغط على حكومه نتنياهو بسبب اختلافات داخليه بين عدد من الوزراء وعدد من طبعا في اطار التحالفات في الحكومه الائتلافيه. ده كله ادى الى انا برضه زي ما قلت لحضرتك انا مش هقول ان هو تم القضاء على فكره الضم، ولكن ارجاع تنفيذ الفكره مع طبعا احنا شفنا الجهود الفلسطينيه المشكوره اطار مؤتمر مهرجان اريحه والجهود الدبلوماسيه المشكوره ايضا السلطه الفلسطينيه لمقابلة العالم، لأنها قضية عنصرية بالأساس بتقوم على إجهاض القضية الفلسطينية، وده يثير الشغب ويثير العنف في المنطقة. طيب دكتورة، في هذه النقطة يعني لماذا الآن أخذت إسرائيل على محمل الجد هذه التحذيرات الدولية والضغوطات بشأن خطة الضم؟ أنا أعتقد برضه الفكرة بالأساس هو الدور الأمريكي، لأن يعني قرب الانتخابات الأمريكية في اطار يعني قوه معسكر او حزب ديمقراطي، وان بالاساس يعني القرن برغم ان هي جهد يعني ما اقدرش برضه يعني ناخد الامور على علتها كده نقول انها جهد الرئيس الامريكي، ولكن هي جهد المؤسسات الامريكيه. لكن بيتم تصديرها لينا بانها هي صنيعه ترامب، وبالتالي الحزب الديمقراطي لا يدعمها بشكل كبير، وبالتالي هو بيحاول ان هو كده يعني يمسك العصاية من النص، يحاول يقلل الخسائر بتاعته، وخصوصا هو برضه الصوت اليهودي مع ترامب لان صفقه القرن هو ده الحلم الصهيوني بالاساس، فهو لم ياخد الصوت اليهودي ولكن في نفس الوقت بيحاول يعني يقلل الضغوط وبيقلل الـ يعني المساحات الضغط والخسائر اللي ممكن تسبب في عدم دخول البيت الابيض مره اخرى. فانا اعتقد ده طبعا مع بعض الجهود العربيه الرافضه للصفقه، خصوصا انها كلها يعني خلاص ده يشوف المشهد في شهر 7، المنطقه كلها مولعه في شهر 7، الضم في فلسطين، الحديث عن سد النهضه، الحديث عن اشتعال الاوضاع في ليبيا، الحديث عن العراق وسوريا ولبنان كمان، طبعا اليمن، فبالتالي اشمعنى كل الامور دي والجهود دي في شهر 7؟ دي امور طبعا عليهم دون علامه استفهام، وبالتالي كان لابد من وجود نوع من الضغوط لتهدئه الاوضاع شويه، ما نفتحش على نفسنا يعني فتحه جديده او نبقى في نوع من اثاره الشغب والعنف داخل المنطقه. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به، ضيفتي من القاهرة دكتورة هبة جمال الدين أستاذة العلوم السياسية.